عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. ما زلنا نتحدث في كيف كرم الله تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، لكي نكرمه نحن كما كرمه الله. توقفنا في الحلقة السابقة عند أن ثواب العمرة بحجة في رمضان، وحنستكمل الأمور التي كرم الله تبارك وتعالى وفضل بها شهر رمضان الفضيل على غيره من الشهور. فضل الله تبارك وتعالى هذا الشهر بأن جعل من يعمل سنة بثواب فريضة. طب واللي يعمل فريضة بثواب 70 فريضة؟ يا الله، ازاي؟ اكراما لهذا الشهر الفضيل شهر رمضان، الله تبارك وتعالى يأجرك على السنة بثواب فريضة، وعلى الفريضة بثواب 70 فريضة. طب ده يخلينا نعمل ايه؟ يعني لما انت تؤمن بهذا، هتقول لي هكتر من السنن. جميل، لان السنة فريضة. طب ازاي يعني؟ ايه هي السنن اللي ممكن في رمضان نعملها؟ ما تقوليش بقى صيام 2 وخميس، انت صايم في رمضان، انت اصلا صايم. لكن صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر، 2 2 2 2 8 ركعات، يبقى لو عملتهم بثواب فريض. قيام الليل سنن بثواب فريضة. كتر من السنن. السنن يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، لكن في شهر رمضان بثواب فريضة. أضيعها ليه؟ ليه أضيعها؟ مع كل فرض صلي السنن بتاعته. إزاي؟ احنا عندنا قبل الفجر 2 ركعات، وقبل الظهر 2 أو 4، وبعد الظهر 2 أو 4، قبل العصر 2 أو 4، بعد العصر مفيش بقى، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قبل المغرب 2، وبعد المغرب 2، قبل العشاء 2، بعد العشاء 2 2 2 2 8، و2 شفع 10، و1 وتر 11. عايز تصلي صلاة ليل ما توترش، لا وتران في ليلة. ولذلك كان سيدنا أبو بكر مع سيدنا عمر، ازاي ده كان يصلي ويوتر وينام، يقول لك ما اضمنش، ده كان يصلي ما يوترش، ويقول لك لما اقوم اكمل وبعدين ابقى اوتر ركعة وتر. لكن كل دي سنن تاخد بيها ثواب فريضة، تاخد بيها ثواب الفريضة، التسبيح، الذكر، وهكذا. طيب الفريضة بثواب 70 فريضة، اللي هي ايه بقى الفرائض؟ برضو ما تقول ليش الصلاة بس، واحنا بنصلي والصلاة دي ايوة فريضة صح، لكن في فرائض تانية المفروض احنا نركز عليها في رمضان. زي ايه؟ زي بر الوالدين، مش دي فريضة؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، سورة الاسراء. يبقى انت لما تقبل يد الاب او الام وتحطها على قرطك كده 3 مرات، ها، اقلبها مبوسة في رمضان مع الاب والام، تاخد ثواب 70 فريضة، لان دي فريضة. لما تقبل صوابعهم تاخد ثواب 70 فريضة. صلة الرحم لما تتودد الى الاهل والاقارب والمعارف في شهر رمضان، ان شاء الله بالتليفون او بالزيارات، صلة رحم فريضة بثواب 70 فريضة.
الإحسان إلى الجار فريضة بثواب 70 فريضة. ها، كل الفرائض لو ركزت عليها في رمضان تاخد الأجر بالأجر والنية، تاخد ثواب 70 فريضة. 70 فريضة. هو في نقطة أنا عايز أقولها ولو أنها مش موضوعي بس يعني هتفيدنا جدا في حياتنا وخصوصا في هذا الشهر الفضيل. استحضار النية، استحضار النية إزاي؟ دلوقتي أنا داخل المسجد، داخل ليه؟ حصلي فريضة أو حصلي التراويح أو داخل مستني واحد في معاد. طيب ما تنوي الاعتكاف، انوي الاعتكاف، قول في نيتك كده أنا داخل المسجد معتكف. هتحل اعتكافك إمتى؟ لما أخلص الفريضة، لما صاحبي ده يجي، لما أطلع من المسجد. طيب ما تنوي دي، انويها في كل صلاة أنت داخل المسجد عشان تصليه. طيب في حديث يقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، فكر شوية في الحديث، من غسل واغتسل يعني ايه؟ يعني هيجامع زوجته وهيستحمى يغتسل وزوجته هتغتسل. طب مين السبب في غسل زوجته؟ لان الغسل هنا فريضة، الغسل لازم نغتسل، لازم نغتسل ودي عبادة. طب مين اللي كان السبب في العبادة؟ انويها. بتقول من غسل واغتسل يعني جامع زوجته بنية انها تغتسل، فهي هتعمل فريضة، فهي هتعمل عبادة انا السبب فيها. سبحان الله، شوف بتفوتنا حاجات كتير جدا جدا جدا، لان اللي في دماغه الدين هيفكر في كده، انما اللي واخد الدين يعني عادي كده بيسموه ايمان العادة. بنصلي اطلع مش عارف. لكن مفيش نية، مفيش تفكير بحيث ان الدين ده تخليه رقم واحد في حياتك، دينك رقم واحد، مفيش حاجة عندنا اعز من ديننا. فكل شيء بفكر بيه بالدين وبحسبها بالدين وهكذا. فاللي بيعمل سنة في رمضان بثواب فريضة، واللي بيعمل فريضة بثواب 70 فريضة. في رمضان هذا الشهر الفضيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: الصلوات الخمس، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، الصلوات الخمس، ده على مستوى اليوم، والجمعة إلى الجمعة على مستوى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الله، يعني يعني فرصة عندنا كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، فرص فرص على مستوى الصلوات الخمس. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ما بين الجمعة والجمعة، يعني في الصلوات الخمس ما بين الفجر والظهر، ظهر عصر، عصر مغرب، مغرب عشاء، عشاء فجر، الأوقات دي اللي بين الصلوات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، من الجمعة إلى الجمعة ده بقى على مستوى الأسبوع، ورمضان إلى رمضان على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن، ما بين الصلوات الخمس وما بين الجمعة وما بين رمضان، يعني على مستوى اليوم، على مستوى الأسبوع، على مستوى الشهر، على مستوى السنة، مكفرات ما بينهن، بشرط ما اجتنبت الكبائر، ابعد عن الكبائر، زي ما قلنا في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال الله في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ربنا يسامح في اللمم، إن ربك واسع المغفرة. يبقى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كذلك
في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، كرمه الله عز وجل بأن جعل في هذا الشهر زكاة اسمها زكاة الفطر من رمضان. زكاة الفطر من رمضان، زكاة. احنا عندنا طبعا في الإسلام أنواع من الزكاة، في مثلا زكاة المال المدخر، يعني أنا مثلا ربنا كرمني بفلوس فرحت مدخرها، حطيت. ملناش دعوة بقى أنت حاطط الفلوس دي ليه، هتتجوز بيها، هتجوز بيها بنتك، هتعمل بيها حج، المهم ان المال بلغ النصاب ومضى عليه الحول، لان ده شروط الزكاة، النصاب والحول دول الشرطين في الفلوس اللي اتطلع عليهم زكاة. ازاي النصاب؟ هو مقدار المال الذي يجب اخراج الزكاة فيه، اللي هو 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة، 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة. لو مثلا معايا ما يعادل 20 مثقال ذهب أو 200 درهم فضة، وقعدوا سنة هجرية مش ميلادية، هجرية، هطلع ربع العشر. يعني ايه ربع العشر؟ يعني هقول الفلوس اللي معايا دي كام؟ هقول مثلا 4000. طب العشر بتاعهم كام؟ عشر ال4000 اقسم 4000 على 10 هيبقى 400. ال400 دول الربع فيهم كام؟ وتطلع يعني 2.5% بالبلدي خالص كده، على كل 1025، على كل 1025. يبقى لو عندي 4000 هطلع عليهم 100. سبحان الله، بس كده. ادي زكاة المال المدخر. طب لو قلت انا عايز اشغل الفلوس دي بدل ما نركنها، لان الزكاة هتاكل المال. نعم، الزكاة بتاكل المال، لان لما كل سنة هطلع 400 400، طب ما بنقص منه كده. فقلت لا، انا هاخد الفلوس دي اشغلها. كويس، هتشغل كام؟ 4000. ادي 4000. ال4000 دول اشتغلوا وجبت بيهم بضاعة وبعت البضاعة، وبعدين مصاريف ثابتة ومصاريف متغيرة. الخلاصة كسبت كام؟ كسبت في ال4000 دول 2000 مثلا. حط يبقى ده 4000، حط ال2000 اللي كسبتهم، يبقى رأس المال زائد الأرباح هيبقوا 6000، وتطلع ربع العشر. يبقى هتطلع على 6000 كام؟ 150. هنا في ال4000 طلعت 100، على 6000 طلعت 150، بس انت كسبت، انت كسبت هنا. فدي اسمها زكاة عروض التجارة. طيب زكاة الحلي الذهب، مراتي عن معاها ذهب، هنسأل الاول، لبس الذهب ده للزينة تتزين بيه ولا يمكن في يوم الايام تبيعه؟ يبقى زي التلاجة، زي العربية، ما عليهوش زكاة، لانه مال مستهلك، مال مستهلك. يعني احنا ما بنطلعش زكاة على العربية، يعني نشوف العربية بكام؟ 1000. ها، فده زيها لانه مال مستهلك. طيب لا، انا مراتي لابسة ذهب، بس لو اتزنقنا في يوم من الايام ولا حبينا نبيعه، لا هنبيعه، ده يبقى مال مدخر، تطلع عليه ربع العشر. امال زكاة الفطر من رمضان؟ لا، دي زكاة خاصة بقى، دي خاصة بشهر رمضان.